سلمى، محطتنا الأخيرة لليوم مع العمل الأهلي والمجتمعي والثقافة التطوعية المتجسدة بحياة السوريين ويلي عززت حضورها بفترة الأزمة. رح نبقى مع مبادرة اختارت الطفولة بوصلة لإلها من وقت تأسيسها، تحديدا الأطفال في الشوارع للي عم يعانوا من ظاهرة التسول أو التسول المقنع أو المتسربين من المدارس أو يلي عم يخضعوا للعمالة. رح نوجه حديثنا لنسلط الضوء على أنشطة مبادرة سيار مع السيدة لمى النحاس، عضو في المبادرة، وسامية نحاس، ماستر في علاج بالفن. يسعد صباحكم ورمضان كريم. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. يا اهلا وسهلا مدام لمى، خلينا نبلش مع حضرتك وتعطينا لمحه عن هي المبادره، مبادره سيار، وكيف تفاصيلها، كيف تعنى، امتى تاسست؟ مبادره سيار بديت من 3 سنين كفكره بناء على تفاقم ظاهره الاطفال بالشارع. اخترنا انه ندخل بهذا المطرح يلي للاسف ما حدا مهتم فيه، وهن فئه من الاطفال خلينا نسميه مضبوط انه هن منبوذين ومنسيين وما حدا بيسال عنهم. يعني قررنا ندخل بهذا المطرح ونلفت نظر الراي العام انه هدول في عنا نحن مشكله هلا وعم بتزيد واثارها لبعدين حتكون كثير كبيره. فالمفروض ننتبه لها، يعني عملنا مثل ضجه شوي، نبهنا عليها الراي العام وفعلا بلش الكل بده يشتغل فيها. هلا من 3 سنين بدينا عملنا نحن، بدينا يعني 2 4 صرنا طبعا. دخل معنا كثير عالم وهرب كثير عالم من المبادره لانه مطرح عن جد صعب كثير وشائك كثير، وما كل العالم تتحمل انه تكون بهذا المطرح مع هالفئه من الاولاد. بس اللي بيشتغل كثير بهذا المطرح تمام، بقي بشغف كمان، صار عندنا هلا تقريبا 90 متطوع هلا بين يلي طلعوا ودخلوا بس السارتين يعني الموجودين. ومن 2 سنين بدينا على الارض، نزلنا على الحديقه بجنينه المدفع، اشتغلنا مع الاطفال، بلشنا نجمعهم نعمل صحبة معهم يعني. بدينا شفنا شو الحاجات يلي هن لازمتهم للولاد، فلقينا انه اهم شيء التعليم كونهم أميين، بدهم كثير دعم نفسي، بدهم علاج نفسي لانه هن كثير معرضين لكل مخاطر الشارع. فعملنا فريق من كل الاختصاصات وحطينا 4 محاور أساسية للشغل معهم للأولاد. هلا إذا بدك نحكي تفصيل أكثر أو خلينا نحكي عن هي الـ4 المحاور الأساسية يمكن اللي وضعتوها كخارطة طريق فينا نقول، خصوصا تمام. يمكن بظروف الحرب اللي عم نعيشها، ظروف فرضت علينا هي الظاهرة، في كثير ناس يمكن تهجرت من بيوتها بسبب الإرهاب، في عم نشوف الطفل رغم ذلك احيانا بيكون بالمدرسه وعلى العماله بالصغر عم يشتغل لانه الظروف قاسيه، بس يمكن المجتمع الاهلي بيلعب كثير دور كبير ومهم لاحتضان هدول الاطفال نوعا ما فينا نقول. ان شاء الله يعني نحن هلا نحن المجتمع الاهلي اللي عم يشتغل للاولاد، نتمنى انه يكون كل المجتمع يشتغل. المحاور الاربعه الاساسيه، هلا المحاور الاربعه يلي بدينا فيها وفيما بعد ضفنا عليها، بدينا بالمحور التعليم، علاج بالفن، محور التوعية، ومحور التنشيط. واشتغلنا على هالـ4 محاور بالتوازي. بناء كمان على حقوق الطفل التابعة لليونيسف. أخذنا كم حق، يعني تقريبا شي 30 حق بنينا عليهم واجبات بالمقابل، يعني مقابل كل حق واجب بناء عليه كمان حطينا قيمة بدنا نكرسها عند الأطفال ونزرع فيهم، وحطينا كمان مثل مهارات حياة تابعة لهالفكر، يعني لهالفكرة. فكل جلسة كانت متضمنة فكرة متكاملة ممكن نعيدها مرة تانية بشغلات تانية، يعني بطريقة تانية، بس لنكرس نفس الفكر مثل المواطنة الفاعلة مثلا، مثل الانتماء للبلد شو معناتها، لأنه هالأطفال ما عندهم للأسف انتماء لشيء ولا عندهم ملكية لشيء.
فهن يعني مثل متفلتين من كل يمكن الظروف كمان الظروف اللي هن تواجدوا فيها حكمت عليهم هذا الشيء. لكن بدي احكي مع مدام سامي عن العلاج بالفن، يعني هذا الشيء صرنا فتره عم نشهده بسوريا، له اهميته بكثير مجالات، سواء الاطفال بيعانوا من ظاهره التسول او حتى الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه، وابدا نتائج واضحه. تحكي لنا عن هي التجربه وكيف طبقتوها على الارض. تمام. هلا انا اخذت العلاج عن طريق الفن، صراحه هو كمفهوم منه معروف بشكل حقيقي، يعني حديثا اصبح مدرج. انا طلعت اخذته ببيروت وكانت دراسه كثير قويه بالنسبه لي، وبس وقت نزلت على الشام كان انه يعني شو معنات العلاج عن طريق الفن، ما كان المفهوم واضح بكثير اساس، مع انه هو قديم جدا. هو بالفطره يعني هو اذا بدك ترجعي موسيقى بيهدى ترتاح نفسيته، وحتى كانوا يقولوا للمراه الحامل فيكي سمعي ابنك. يمكن اول لوحات وصلتنا على العلاج عن طريق الفن هي كانت من لوحات رجل الكهف، يعني اذا بدنا ندخل شوي بتاريخه، بس نحن من جديد عم نحاول انه ننفذه ضمن مع الاطفال بالذات، هو ينفذ مع جميع الاعمار مو بس الاطفال، بس نحن مع الاطفال. وتجربتي انا بالذات كانت مع الاطفال بالشوارع اللي بتختلف كثير عن الاطفال العاديين، يعني انا وقت بقعد مع طفل عادي يختلف اختلاف جذري عن الطفل اللي عايش بالشارع. طبعا لانه الطفل اللي بالشارع يمكن تمام. معرض لعنف جسدي، عنف لفظي، عنف نفسي، قديش تحرش نوعا ما، فقديش فعلا يعني هو معتدي وضحيه بنفس الوقت. تماما. يعني ضحيه ومعتدي بنفس هون الوقت. كيف بيكون العلاج؟ كيف انا فعلا لما يكون عندي هي الحاله كيف؟ هلا هو كانواع، نحن عندنا فن موجه وفن غير موجه. بنستخدمه على حسب الحاله. هو اسقاط تداعي حر، واسقاط على طريق الورق او الرسم. حاحكي عن الرسم كعلاج عن طريق الفن، بالذات كرسم لانه عم بستخدمه كتكنيك. بنخلي الولد انه يا منوجهه على موضوع يرسمه لنقدر نشوف شو هو يعني شو واجعه. الولد اكثر واحد بيقدر يعبر عن طريق الشخبطه، ممكن يعمل رموز على الورقه، ممكن يحط دلاله بالالوان تبعه، نقدر انه نشوف شو حاله الطفل. طبعا هو اللي بيبني له شيء الحقيقي هو الجلسات والحكي معه، هو نفسه هو اللي بده يحكي، مو نحن اللي بدنا نحلل، بس هو اللي بده يحكي على المشكله اللي هو فيها. نحن بنحاول كمعالجين نفوت مع الطفل عن طريق قصة، عن طريق احكي لي قصة عن هذا الولد اللي رسمته، او وقت برسمهم العائلة بدي اشوف مدى قربه من الام اكثر ولا الاب، مين عنده مشكلة اكثر، هل عنده غيرة من الاخ، يعني كل هيدا القصص بتلاقيها واضحة على الصورة وبتقدري انه من خلال تحليلها. تماما، تحليلها. مو دائما التحليل بيكون مو من اول مرة بناخذ بالتحليل طبعا، يعني اذا انا رصدت حالة شكيت فيها ممكن يكون فيها تحرش مثلا جنسي او شيء، ما باخذها دغري انه هي تحرش، لا، بقعد اكثر من جلسة مع الطفل لنقدر نشوف هل الشيء حقيقي ولا لا. يعني كمان مدام لما عم نحكي عن سنوات من العمل بمبادرة سيار، خلينا نحكي ولو شوي بالارقام، عدد الاطفال اللي استفادوا، الاماكن اللي توجهتوا لها. هلا تقريبا نحن بعد جنينة المدفع رحنا على مسار الأمانة، قدمت لنا بمسار مبنى صغير دينا فيه، كثير استقطبنا فيه أولاد تبع المناطق كلها القريبة، فأحيانا كان بالجلسة تجي لعنا بس بهذا المقر قريب 60 طفل. بس مشكلة إنه نحن عم نتعامل مع أطفال أنا بسميهم زئبقيين، يعني بتمسكيهم من هون بيهربوا منهم طبعا، ما فيكي تضمني استمرارية، الحفاظ على الاستمرارية. هلا ممكن يجي 10 مرات يغيب 5 بس عم بيرجعوا، الا في فئه اطفال مثلا سافروا برات البلد طلعوا، هدول ما عادوا رجعوا لعنا. فيما بعد توسعنا اكثر، اخذنا من المراكز الثقافيه كمان ساعتين بالاسبوع بكذا منطقه بمدينه دمشق. فهلا تقريبا يعني عندنا شيء 200 ولد تقريبا بشكل تقريبي بمراكز، احيانا بيجوا اكثر بس خلينا نحكي على الثابتين، احيانا اقل شوي تقريبا. طبعا حلمنا نحن مو هون، حلمنا مو بس نعلمهم ساعتين بالاسبوع، عم بيرجعوا يطلعوا من عنا يرجعوا على الشارع، يعني لانه ما عندهم ضوابط اساسا. تمام. نوعا ما الشارع نفس المخاطر، يعني تماما. ما قدرتي تحميهم منا، بس صاروا ينتبهوا شوي اكثر من قبل. قبل مفكرين شيء عادي إذا حدا تحرش فيهم ولا حدا ضربهم ولا هن قاموا ضربوا، فاكرين هي الحياة العادية،
هلا صاروا يعرفوا انه هذا غلط، هذا ما بيصير كذا، بيحاولوا يحموا حالهم اكثر شيء ممكن. فنحن عندنا شيء 90 متطوع، في شيء هلا تقريبا 200 طفل عم نشتغل عليهم. حلمنا هلا نطلع على كمان محافظات ثانيه ان شاء الله نشتغل معهم، كمان شبكنا. لازم يكون في مراكز إعادة تأهيل لهدول، لازم يكون في مراكز إعادة تأهيل ودعم. إذا بدنا فعلا ننشلهم من بدك يطلعوا من الشارع بشكل كامل لتقدري تلاقي الفائدة الحقيقية ويلي على للمستقبل، فعلا تقدري تغيري لهم مستقبلهم. بس نحن هلا عم نشتغل على المدى كثير طويل وبالنفس الكثير طويل، كونه للاسف لهلا ما عندنا دعم حقيقي وفعلي. هي رساله بنحب نوجهها عم توجهوها من خلال رسائل. انا معلش مو رساله شاشه الاخباريه، رسائل وللكل، للكل وخاصه يعني للدوله. معلش خليني احكي هيك بصراحه، نحن لازمنا دعم كثير كثير كثير. هلا مشكورين عم بتقدموا لنا اماكن وكذا، بس بدنا دعم مادي، بدنا دعم نحن تأمين. يعني حتى نحن لما عم نشتغل نحن كثير معرضين للخطر، كثير متطوعين كفريق تطوعي طلعوا لأنه نحن ما منا محميين أمنيا. كمان هذا الشيء يمكن يعني يمكن العمل التطوعي برز في ظل الأزمة بشكل كثير كبير، لأنه أساسا في عندك ظروف صعبة عم تمر فيها البلد، ظروف استثنائية، فبتلاقي كثير من الشباب السوري عم يفاجئنا بالعمل والإرادة الموجود عنده. هي رسالة أكيد بنوجهها يا ريت من خلالكم، هي رسالة لدعم الأطفال المشردين، لدعم الأطفال يمكن متسوينين ظروف فرضت عليهم يكونوا هيك. خلينا نحكي عن أهم النشاطات والمبادرات اللي قمتوا فيها. يعني نحن حكينا يمكن بشكل كتير سريع عن الجمعية، بس شو أهم النشاطات؟ نحن بنساعدهم دايما. نحن ما بعرف إذا فيني نسميها نشاطات ولا لا. نحن عملنا دليل اسمه دليل سيار للتعامل مع الأطفال بالشارع. بيتضمن جلسات هي ساعتين بالأسبوع، كل دليل لثلاث شهور. فدليل سيار هلا نحن بطور انه عم نطبعه تدريب على هالدليل. مثلا بدنا ورشات عمل نحن لازم نعمل كمان مشان العالم يلي بدها تشتغل مع هالاطفال. للاطفال شو النشاطات يلي عملناها؟ بنعمل لهم باخر كل ثلاث شهور احتفالات بكل المراكز، بالعياد بنحاول نأمن لهم لبس عيد مثلا، برمضان بنحاول اسبوعيا نجيب لهم وجبات من مطابخ اللي عم تشتغل مشكوره كمان توزع لها العالم مثل ساعد وكنا وسنبقى. بنعمل لهم مثلا كل فتره كمان مع جمعيه تنظيم الاسره فحص طبي للاطفال، كمان عندهم كثير امراض هن ما لها موجوده عند الاولاد الثانيين، ما يعني ما لنا هلا بمطرح انه نعرضها. امراض كثيره ومتعدده يعني. عملنا لهم معرض رسم لنعرضه برا بدوله برا اجنبيه، كمان من اجل التعاطف مع الاطفال يلي بالشارع بسوريا. هلا عم نجهز كمان لمعرض ب 26 و27 تموز. اشتغلنا مع فريق اسمه فريق فضاء. شبكنا معهم ومع الجي سي اي كمان. عملنا لهم رسم اكريليك. عملنا لهم مثل اشتغلوا اشغال يدويه، اساور، اطواق، دفاتر، اقلام، هيك قصص، وتصوير ضوئي. حيكون بالمركز الثقافي العربي بابو رمان ان شاء الله. اكيد يعني هذا المعرض هو نتاج ثمره عمل وجهد، اكيد بنقدره وبنقدر اي تشاركيه بينكم وبين اي جمعيه. رسالتكم وصلت اليوم، نتمنى تضلوا مواظبين على انكم تكونوا ردفين لحتى الجهات الحكوميه بهذا العمل، وتكونوا عين ثانيه عم بتشوف وعم بتساعد وعم تقدم. شكرا كثير لحضوركم، نحن كنا سعيدين بمشاركتكم. ايد وحده ما بتصفي، يا ريت كلنا نصفق سوا. اكيد. وسيار ضل مبادره حتى يعلم العالم انه كل واحد فيكم بيقدر يقدم شيء، سيار حتى من غير ما يكون معنا. تمام. بيقدر ينشل طفل واحد من الشارع. تمام. ويقول انه انا انجزت شيء، رجعت طفل للانسانيه خلال حياته. اكيد نحن كلياتنا بحاجه لهي الهمه بحياتنا اليوميه. شكرا كثير لوجودكم معنا. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. شكرا كثير لكم، بتمنى لكم رمضان كريم. رمضان كريم، بتمنى لكم التوفيق وفخورين فيكم لما يكون في عندنا امراه سوريه بهي القوه وعم تقوم بعمل جبار على الارض، فشكرا كثير.